يعني شهرتك وإن كنت أصبحتي في بداية شهرتي. هذه المشكلة اللي أنا في بداية شهرتي بعد إعلان زبادي الهنا أصبحت شخصية معروفة، وهذا كان المشكلة. يمكن أنا كنت مش معروفة كان الموضوع طبيعي، ولكن بعد أنت خلاص شخصية فكان يقول بنزلها على وسائل التواصل يعني. أيوة على النت. طيب وبعدين أنت في مشكلة يا نهاد إنه الآن كثير من البنات بيتعرضن لمثل هذا الابتزاز ويحاولن يحلن المشكلة بأنفسهن ويوقعن في الفخ. أيوة حتى للأهل خوفاً أيوة خوفاً من طبعاً. أنت يا سارة كيف عملتي؟ كيف حليتي المشكلة يعني؟ أنا بصراحة قلت إيش قدي موتة موتة علي وعلى عدائي. خليت ماما قلت لها شوفيها ماما الموضوع واحد. طبعاً أول ما صدمتش بالموضوع إنه أنا عندي صديقة حصل لك كذا، لأن دخلك علي أنا أبكي. فعندي صديقة ما حصل معها واحد من ثلاثة، حرام، أنا إيش أساعدها؟ كيف تعمل؟ تكلم أهله على طول، هم اللي يتحركوا. حلو، شجعتك يعني. أنا كلمتك وأني طيب